بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لمن لا يعرفني، اسمي أسامة العطار، أحمل شهادة الدكتوراه في الكيمياء من كندا، وشهادة الماجستير في التعليم من أمريكا، وشهادة دكتوراه ثانية في العقائد الإسلامية من بريطانيا، كما أني كنت تلميذا لسماحة آية الله السيد مرتضى القزويني حفظه الله ورعاه. سأتكلم بصورة مختصرة في ثلاث محاور. المحور الأول، أهم الدروس التي تعلمتها من سماحة آية الله السيد مرتضى القزويني حفظه الله ورعاه. المحور الثاني، نبذة جدا مختصرة عنه وعن أولاد السيد حفظهم الله ورعاهم. والمحور الثالث، نبذة جدا مختصرة عن مؤسسة الإغاثة والتنمية. المحور الأول، من أهم الدروس التي تعلمتها من سماحة آية الله السيد مرتضى القزويني حفظه الله ورعاه هي حسن الخلق والتواضع والإخلاص وتقوى الله والصدق والأمانة، وهذا ليس بغريب عنه، فهو من ذرية الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخدم قربة لله عز وجل، ومحاضرات سماحة السيد الموجودة على الفضائيات تشهد له بإخلاصه. فحفظ الله سماحة السيد القزويني حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا لخدمة الدين. المحور الثاني، سماحة السيد وأولاد السيد عائلة مجاهدة، هاجروا إلى الغرب حفاظا على دينهم، فمثلهم كمثل أصحاب الكهف الذين هاجروا وفروا بدينهم، فزادهم الله هدى وجعلهم الله سببا لهداية قومهم. هذه العائلة الله سبحانه وتعالى جعلها سببا لهداية الآلاف من الناس إلى الصراط المستقيم، حيث أنهم هاجروا إلى الغرب وأسسوا المراكز الدينية والمدارس التربوية والمؤسسات الخيرية، ثم اكتسبوا خبرات من الخارج ورجعوا بها إلى العراق ليخدموا بها الدين والوطن والشعب قربة لله عز وجل. فمثلهم كمثل عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، حيث يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. الكثير من الدول تصرف الملايين على بعض أفرادها حتى يذهب إلى الخارج يكتسب خبرة ويرجع بها إلى الوطن. هذه العائلة حملت هذه الخبرات مجانا إلى العراق بخدمة الناس، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين وزادهم الله عزا وتوفيقا. المحور الثالث، بصورة جدا مختصرة، مؤسسة الإغاثة والتنمية تقدم خدمات هائلة للأيتام، للأرامل، للمحتاجين، وكذلك مستشفى الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، تقدم خدمات طبية راقية بأسعار ممتازة، حيث أن المواطن عوض أن يذهب إلى الخارج عنده مستشفى محلية يمكنه الذهاب إليها للحصول على أفضل العناية الطبية. فجزاهم الله خير الجزاء، والمصاريف أو الدخل الذي يدخل للمؤسسة ليس بكاف لتسديد كل هذه المصاريف، ولذلك المؤسسة تحتاج إلى التبرعات. فنحن نهب المؤمنين لدعم هذه المؤسسة ولعدم توقيف التبرعات بل لزيادتها. فجزى الله العاملين والمؤسسين والمتبرعين خير الجزاء وزادهم الله توفيقا إن شاء الله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ سماحة آية الله السيد مرتضى القزويني وأولاد السيد مرتضى القزويني المخلصين والمؤمنين والمؤمنات الذين يدعمون هذه المشاريع الخيرية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.